على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، أبيات سطرها المتنبي، وهي تليق بالبطل الكويتي طارق القلاف الذي حفر اسمه في تاريخ البطولات العالمية عبر مسيرة حافلة بالإنجازات طوال 30 عاماً، تحدى خلالها الإعاقة ورافضاً أن تمنعه من تأكيد انتمائه الوطني لأرض الكويت، ليزين علم بلاده ب380 ميدالية في مختلف فئات لعبة المبارزة. القلاف عاد مجدداً بالذهبية، وهذه المرة في بطولة كأس أمريكا الشمالية التي تصدر تصنيفها على مستوى العالم بعد أن هزم الأمريكي أندرو كواتروكيوكي على أرضه وبين جماهيره. القلاف أصيب بشلل في الساقين عند ولادته، لكنه تغلب على المرض بالإرادة القوية والعزيمة الفولاذية ليغدو مثالاً يحتذى به لكل شاب يتسلل الإحباط إلى نفسه.